اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. هالات العين السوداء وطرق التخلص منها بسهولة. ما إن تنظر في المرآة حتى تتفاجأ بظهور ظل أسود تحت العينين. قد تكون جميلة على وجه الباندا وتعطيها مظهرا لطيفا ومحببا، ولكنها الكارثة بالنسبة إليك، لتهرع إلى الكريمات والمساحيق التجميلية في محاولة لإخفائها، لكن الأمر يزداد سوءا. توقفي في الحال، خذي نفسا عميقا ولتحاولي معرفة ما الذي يحصل. فالأمر بسيط جدا ولا يحتاج إلى كل هذا الذعر. ما هي مسببات ظهور الهالة السوداء تحت العينين؟ هناك عدة أسباب لظهور هذه الهالات، تشمل أولاً قلة النوم والإجهاد والتوتر الدائم والاكتئاب. ثانياً التغير في نسب الهرمونات الجسدية، وخاصة في أوقات الحمل والدورة الشهرية. ثالثاً احتقانات الأنف والرشوحات. رابعاً نقص الفيتامينات ك وبيدوز المترافقين مع فقر الدم. خامساً تناول الملح بشكل زائد. سادساً التعرض المطول لأشعة الشمس. سابعاً بعض مستحضرات التجميل التي تسبب الحساسية، وبقائها بشكل مطول على الوجه يؤدي إلى الإضرار بالبشرة. ثامناً التدخين والكحول يتسببان بجفاف البشرة ورقتها. تاسعاً التقدم في العمر الذي يؤدي إلى تغير في صباغ الجلد. إليك الآن بعض الطرق الفعالة لمعالجة هذه الحالة، وتأكدي من إرفاق هذه العلاجات بالتغذية الجيدة وشرب الكميات الكافية من المياه. أولاً نقطع عدداً من شرائح الخيار ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم نضع هذه الشرائح على منطقة الهالة تحت العينين لمدة 10 دقائق، ثم نغسل بالماء البارد. ثانياً نقوم بتدليك منطقة الهالة ليلاً بقليل من زيت جوز الهند، ونتركه حتى الصباح، ثم نقوم بغسله بالماء. ثالثاً الاستفادة من أكياس الزهورات والشاي المسبقة التعبئة بعد غليها، بدلاً من رميها نضعها في الثلاجة، ثم نستخدمها بوضعها على كامل العين ومحيطها، مع الحرص على عدم دخول أي شيء منها داخل العين. نبقيها لمدة ربع ساعة، ثم نغسل جيدا بالماء البارد. رابعا بواسطة قطعة من القطن نبللها بالحليب البارد، ونغطي العين والمنطقة المحيطة بها لفترة 10 دقائق، ثم نغسل بالماء البارد. خامساً نمزج ملعقة صغيرة من عصير البندورة الطماطم الطازج مع مثيلتها من عصير الليمون، ثم نضع المزيج تحت العينين لمدة 10 دقائق، ثم نغسل بالماء ونكرر العملية مرتين في اليوم. إن القيام بشرب الخليط مفيد أيضاً في تسريع الشفاء. سادساً نقوم بتغطية منطقة الهالة بشكل كامل بقطن مبلل بماء الورد ولمدة ربع ساعة، ثم نغسلها بالماء البارد. نطبق العملية لمدة شهر في كل ليلة لنحصل على النتائج. سابعا نقوم بعصر كمية من البطاطا بما يكفي لتبليل قطعة من القطن، ونضعها على منطقة الهالة السوداء لمدة 10 دقائق، ثم نغسل بالماء البارد. ثامناً نمزج عصير البرتقال مع كمية من الجليسيرين ونطبقه على الهالة لمدة ربع ساعة. سيعمل الخليط على إزالة السواد وإكساب البشرة إشراقاً طبيعياً.
تاسعا، نسحق بضعة أوراق من النعناع في قليل من الماء حتى تتشكل عجينة، ونطبقها على منطقة الهالة ليلا لمدة 10 دقائق، ثم نغسلها بالماء. الطريقة الأخيرة، نمزج ملعقتين صغيرتين من الكركم مع قليل من عصير الأناناس حتى تتشكل عجينة، ونضعها على الجلد لمدة 10 دقائق، ثم نغسلها بالماء. كانت هذه أسباب هالات العين السوداء وبعض الطرق المنزلية للتخلص منها بسهولة، قدمناها لكم من قناة الساحر. إذا كان لديكم المزيد من النصائح والطرق للتخلص من الهالات السوداء، اكتبوها لنا في تعليقاتكم على الفيديو. إذا أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد، اختاروا واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.